الميديال بوبليتيال نيرف او التيبيال نيرف، ده اول ما بيبان بيبان في برضو في الايبكس اوف ذا او الابر انجل، ما بنقولش الايبكس بنقول ابر انجل لانه ليه اربع انجل، ابر انجل اوف ذا بوبليتيال ايه فوسا هنا اهو. ده لارجر اوف ذا تو تيرمينال برانشز اوف ذا ساتيك نيرف. احنا عارفين الساتيك نيرف اتقسم لاترال بوبليتيال، وده كان رفيع اللي هو ده، والميديال بوبليتيال المفروض يبقى اتخن، فبيبان هنا طبعا عند انتر بوبليتيال فوسا ثرو اتس ابر انجل. وبعدين الاول يبان على اللاترال سايد بتاع البوبليتيال ارتري اهو، وبعدين يروح عامل كروس للبوبليتيال ارتري اللي هو ده، ويجي على الميديال سايد، يبقى as it appears at first it is on the lateral side of the popliteal artery، بعدين cross the popliteal artery، بعدين يجي على الايه الميديال ايه سايد اوف popliteal ايه artery. لما نيجي النيرف ده اللي هو الميديال popliteal نيرف، نبتدي نشوف الايه البرانشز بتوعه. قبل ما نقول برانشز بنقول ان هو ده بيكمل بعد كده، يعني هو على اللاتر سايد بعدين يعمل كورس بعدين يجي على الميديال سايد، بيكمل بعد كده تحت الماسلز اوف ذا اللي هم القاف ماسلز اللي هم الجاسترو كونيميوس والسوليوس، ويكمل بعد كده على هيئه نيرف اسمه بوستيرو تيبيال نيرف. يعني بيكمل بعد كده على هيئه اسمه ايه نيرف اسمه ايه بوستيرو تيبيال ايه نيرف. المنظر اهو، ادي البوبليتيال ارتري اهو، وادي السياتيك نيرف اهو، ده اتقسم، ادي اللاترال بوبليتيال نيرف اهو، ده اللي ماشي مع التندون بتاع البايسبس، وده الميديال بوبليتيال هنا اهو، مفروض طبعا احنا قاطعينه، المفروض كان بيعمل كروس للبوبليتيال ارتري ويجي على الميديال سايد، وبيجي اهو زي ما احنا شايفين بيستخبى تحت الجاستروكونيميوس اللي هي المفروض هنا والسوليوس، وبيكمل على هيئه نيرف اسمه بوستيرو تيبيال نيرف. يبقى الاول يبقى على اللاترال سايد بتاع البوبليتيال ارتري، بعدين بيعمل كروس، بعدين يجي بعد كده على الميديال سايد بتاع البوبليتيال ايه ارتري. نيجي هنا البرانشز بتوعي، فزي ما احنا شايفين اهو ده الميديال بوبليتيال نيرف، ده اكبر هنا من اللاترال بوبليتيال نيرف، ده بيدي كوتينس برانشز. الكوتينس برانش بيدي نيرف واحد كبير بيسموه الشورال نيرف، بعد كده بعد مادة الشورال نيرف بيدي ماسكولار برانش. ماسكولار برانش ليه خمسة ماسكولار برانش، بيدي الميديال هيد اوف جاستروكونيمس، اللاترال هيد اوف جاستروكونيمس، البلانتاريس، السوليوس تحت الجاستروكونيمس في السوليوس، وفي كمان بيدي البوبليتياس ايه ماسك. يعني بيدي خمسة برانشز، ميديال هيد اوف جاستروكونيمس، لاترال هيد اوف جاستروكونيمس، والبلانتاريز، والبوبليتياس، والايه والسوليوس ماسل. كل دولت الخمسه ماسل دول ياخدوا ماسكولار برانشز من الميديال بوبليتيال نيرف. نيجي بقى ارتيكولار برانشز، يدي للني جوينت، بيدي ايه للني جوينت؟ سوبيرو ميديال جينيكولار نيرف، انفيرو ميديال جينيكولار نيرف، وبعدين يدي ميديال جينيكولار نيرف. يبقى سوبيرو ميديال جينيكولار، انفيرو ميديال جينيكولار، بعدين بيدي ميديال جينيكولار. ات ذا ديستال اند اوف ذا بوبليتياس ماسل، يعني عند نهايه الفلور بتاع البوبليتيال فوصه، ما هو الفلور بتاع البوبليتيال فوصه كان البوبليتيال سيرفيس اوف ذا فيمر والكبسول اوف ذا ني جوينت، بعد كده عند الديستال اند اوف ذا بوبليتياس ماسل اللي هو يعني عند نهايه البوبليتيال فوصه، الميديال بوبليتيال نيرف ده اللي هو تيبيال نيرف بيسموه بعد كده، بيكمل على هيئه بوستيرور تيبيال نيرف، بيكمل في البوستيرور كومبارتمنت على هيئه بوستيرور تيبيال ايه نيرف.